أستاذ محسن، دلوقتي فقرة الفوتوشوب، هنحط حضرتك في بعض المواقف وحضرتك يمكن تكون مش فيها أو يمكن تكون فيها، الله أعلم. هنعرض صورة ونتكلم عليها. تفضلي اسمح لي تفضلي. نبص على الصورة الأولى. ده بوستر فيلم اسكندرية كمان وكمان. ايوه، في حد قام بشخصية حضرتك في الفيلم ده؟ اسكندرية كمان وكمان. تهيألي شفته؟ عمرو، عمرو عبد الجليل. عمرو عبد الجليل. شفت الفيلم؟ شفته اكيد. عجبك؟ بصي، اعمال يوسف شاهين ليها طابع خاص، فشفته طبعا. طب شخصية بيعتبر عمرو هنا بتتفق معاها في ايه وبتختلف معاها في ايه؟ يعني هو ده وجهة نظر يوسف شاهين فيا، الله اعلم يعني، بس انا شايف ان مش انا ده. اتفقت معاه في ايه وقلت عنده حق، واتضايقت منه في ايه وقلت لا ملوش حق؟ ولا حاجه فيهم حق. هو شاف ده من وجهة نظره من الناحيه الفنيه، لكن هو مش ده محسن. بس الفيلم ضايقك؟ مضايقك في حاجه انت مش عايز تقولها؟ اصله ما يعني ما بيمسنيش. انت ما حسيتش ان هو بيعكس شخصيتك؟ لا 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 خالص، ما حسيتش ولا بيمثل؟ لا لا خالص. طيب نبص على الصوره اللي بعدها. اتفضلي. أيوة. حضرتك مع الشيخ محمد حسان. كويس، ده أول برنامج عملته. عملت معاه برنامج مظبوط؟ أول برنامج قناة عملته. قناة المحور. وكنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا. أنا ما بحبش الأعمال الدينية اللي بتسكن. اللي بتسكن؟ بتسكن يعني إيه؟ يعني تخليكي مش متعلمة. بتشوفه لحد دلوقتي؟ أفندم؟ بتشوفه؟ لا. لا انا مش من رواده يعني، انا مش انا مش من رواد اي شيخ على فكره. يعني حضرتك عملت معاه برنامج وانت مش من رواده؟ لا لا خالص. يعني علاقتك بيه انتهت بعد البرنامج؟ بالظبط كده. كل واحد ولا اعرفه قبل ولا ولا استمرت معاه؟ يعني شغل، مجرد شغل شغل بس. الصوره اللي بعدها.